عيد الأضحى المبارك هو العيد الثاني للمسلمين بعد عيد الفطر، وهو يوافق اليوم العاشر من ذو الحجة ويوم عيد الأضحى المبارك وما بعده من أيام التشريق، ذات فضل كبير وأجر جزيل لمن ذكر الله فيها. ينبغي علينا أن احنا في هذا العيد نتمثل بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم العيد كان يضحي، مثلما نحرص أحيانا على شراء أشياء أصبحت ليست لها قيمة في حياتنا، ليست مهمة، ومع ذلك ندفع مبالغ طائلة من أجل هذه الأشياء، لكن سبحان الله البعض منا عند هذه الأضحية يقتصر ويقول والله أنا طفران، أنا ما معي، أنا لا أملك شيء. لا يا أخي، تمثل بهذه السنة وحاول أنك تجتهد. أدرى تجار اللحوم والعاملون في القطاع سعر الأضحية المستوردة لهذا العام بنحو 150 إلى 180 دينارا و250 إلى 350 دينارا للأضاحي البلدية حسب الوزن والعمر. وقد أوضح التجار أن أسعار اللحوم المستوردة انخفضت 10% خلال العام الجاري مقارنة بأسعارها في العام الماضي. السنة هذه خروف البلدي نزل سعره شوية، يعني ما يعادل 250 ل 270 دينار الخروف الكويس. بالنسبة للماعز، الماعز معاك من 225 ونازل لل 150 دينار. بالنسبة للروماني معاك من 175 دينار ل 140 دينار. في عندنا ثنايا السنة تقريبا من 350 من 325 إلى 350 حسب الحجم. وفي عندنا ثنايا معز من 220 ل 200. الأضاحي متوفرة والأسعار تقريبا يعني معقولة، في حلال بلدي أسعاره برضو معقولة، وفي حلال روماني حسب طلبك موجود، فالحمد لله يعني كل الأمور ميسرة. خراف المستوردة تشبه بخصائصها الخراف البلدية، حذر التجار من الوقوع في حالات الغش من خلال التأكد من نوع الأضحية ووزنها. للأمتين العربية والإسلامية أضحى مبارك. يوسف السرايري لبرنامج من نوفينا.